أهلا بكم أيها الرائعون، سوف أقدم لكم واحدا من أفضل التمارين كالمعتاد، تمرين الامتنان لجذب الوفرة باستخدام قانون الجذب. في هذا الفيديو سأقدم لكم تمرينا بسيطا ولكن قويا لجذب الوفرة في حياتكم باستخدام قانون الجذب. الامتنان هو أداة قوية لرفع تردداتنا ومحاذاة أنفسنا مع ما نرغب في جذبه في حياتنا. أولا ابحث عن لحظة هادئة يمكنك فيها أن تكون وحدك وهادئا طبعا. ثانيا خذ دفترا أو ورقة وقلم. ثالثا ابدأ بالاسترخاء عبر التنفس العميق، دع كل التوتر يذهب من جسدك. رابعا فكر في جميع الأشياء التي تشعر بالامتنان لها في حياتك، قد تكون إنجازات كبيرة، لحظات سعيدة، أشخاص يدعمونك، أو حتى أشياء صغيرة تجلب لك الفرح اليومي. اكتب هذه العناصر في دفترك طبعا مع الشعور بكل مشاعر الامتنان. خامسا احتفظ بهذا التصوير بعد كتابة قائمتك بالامتنان. التركيز على رغبة معينة ترغب في جذبها في حياتك، تخيلها بأكبر تفاصيل ممكنة مركزا على المشاعر الإيجابية التي ستشعر بها عندما تحقق هذه الرغبة. احتفظ بهذا التصور الإبداعي لبضع دقائق وحاول أن تبقى في حالة من الامتنان والثقة بأن رغبتك سوف تتحقق في واقعك. بعد ذلك عبر عن الامتنان لتحقيق هذه الرغبة في المستقبل كما لو كانت قد حدثت بالفعل، واشكر الكون بإذن الله طبعا على كرمه وعطفه. حاول أن تنهي التمرين بقول أو كتابة تؤكد من خلالها رغبتك طبعا عن طريق التأكيد الإيجابي، مثلا أنا ممتن للوفرة اللانهائية التي تتدفق باستمرار في حياتي. أخيرا احتفظ بقائمة الامتنان الخاصة بك وعد إليها بانتظام لتعزيز مشاعر الامتنان والوفرة. حاول أن تكرر هذا التمرين بقدر اللازم لتطوير ممارسة يومية للامتنان، سيساعدك ذلك على جذب المزيد من الوفرة والسعادة في حياتك. يوسف حسن، فأمان الله.